مجله الفراند وورلد سكر كان لسه بطوله افريقيا تحت 19 سنه خلصانه اللي كانت في اثيوبيا. فاكر انت اللي طلعنا فيها الثالث؟ أيوة. بحيله كده ملاش، كان المفروض نلعب الفاينل. غلاء كسبنا ما يعني. كان الكابتن حلمي طولان؟ لا دي كانت تصفيات بتاعت حلمي طولان. وصلته بعد كده انه لعب الفاينل. ايوه البطوله دي. فلقيت ان اختاروا جيلبرتو افضل لاعب، وقعدوا كتبوا شابتر جامد جدا، اللاعب ده لعيب واعد جدا. فاتكلمت مع الكابتن صالح، قلت له هو عايز افيلينو، بس انا يعني في لعيب تاني كمان عجبني جدا ومكتوب عليه كويس، وهو صفت الله يرحمه. كان الله يرحمه كابتن صفت راح راح كان يستكشف. كان النادي بعته اتفرج على البطوله عشان يرشح. فانا ما سالت صفت على عليه، قال لي ده انا حاطه رقم واحد عندي في الترشيحات. لفت نظره جيلبرتو. فالكابتن سال صفت، قال له ايوه ده لعيب واعد جدا جدا، بيلعب نص ملعب من ناحيه الشمال و... فقال لي طب شوف مستر مانويل. كلمت مستر مانويل، قال لي يعني بس انا عايز افيلينو الفيرويد. قلت له طب لو قدرت اجيب لك الاثنين. قال لي لو جبت الاثنين اوكي انا موافق، بس لو جبت واحد يبقى افيلينو، ده اللي انا محتاجه. قلت له اوكي. وقتها كان الله يمسيهم بالخير الاثنين، المهندس ابراهيم المعلم والاستاذ منصور، ياسين منصور. كان الاستاذ ياسين منصور كان متفقين مع الكابتن صالح هيرصد مبلغ ان احنا نحطه نجيب بيه لعيبه، وبعدين اللعيبه دي كل ما تتسوق نحجز مبالغ تفضل باستمرار دعم مستمر لصالح الفريق، لصالح التعاقدات الجديده. الافارقه. ايوه. فلما بعتنا جبناهم، بعتوا حاجه اسمها فريق التفاوض اول مره. بعتوا اثنين محامين، منهم واحد قصير يعني كان سفايف كده اسمه ماريو، كان حاجه صعبه جدا. تاني كان جد، بس لفت نظري نزل ثلاث لعيبه من المطار، وانا رحت المطار استقبلهم. واحد بقى فاتح صدره كده ولابس جنزير ذهب كده وبتاع، فلافيو. مين ده؟ قالوا لي فلافيو جاي معاهم. هو بقى ايه ماريو ده عمل ايه؟ فقلت له مين ده؟ قال لي لا انا مش جايبه لمصر، ده مش ده للعرض فقط. لا هو ده كان ذكي جدا ماريو ده. قلت له، قال لي ده مش جاي لمصر، انتوا ليكوا الاثنين لعيبه دي مالكش دعوه. ده فلافيو ده مهاجم صاعد ومهاجم قوي جدا، بس انتوا مش هتقدروا عليه يعني. طب انت جاي مالكش دعوه بمصر. لقيته طابع صور لفلافيو وبيوزعها في المؤتمرات الصحفيه اللي اتعملت له. جاي يسوقه. فجاي يسوقه. فطبعا المهم يعني طلب فيه مبلغ كبير جدا في فلافيو. وهو كان مستر مان ومركز على فيلينو. فيلينو. فعملنا خلصنا جيلبرتو، خلصنا فيلينو. فيلينو جه، فيلينو جاله مرض. فيلينو في حاجه اسمها كارير، بيبقى حامل الفيروس او كامل لكن مش عيان، حاجه اقرب للسل كانت. حاجه في الصدر. في الشعب الهوائيه. فما اداناش اللي احنا عايزينه، وقعد مده يتعالج، وبعد كده ايه احنا رحنا مسويين واستردينا جزء من المبلغ ورجعناه لهم، هم طلبوا ان ياخدوه تاني. وكمل جيلبرتو بالمشوار الرائع بقى، قعدنا نجرب نجيب في ماكي ونجيب في بينيو ونجيب في كاستيلو، ونجيب سنتين جربنا نجيب 3-4 لعيبه، وكل واحد بنجيبه ونجيب 6 أشهر قابله للامتداد عشان ايه؟ إذ ربما اذا نفع معانا يكمل، ما نفعش يبقى ما خسرناش كتير. بعد التمرين مره كده كنا مسافرين كمان يومين رايحين نلعب في نيجيريا انيمبا. انيمبا كان الفريق اللي بقاله سنتين بيكسب وما كانش حد غلبه في ملعبه خالص. فقلت خدت احمد عبده ودخلنا مستر مانويل بعد التمرين، قلت له مستر مانويل ما تيجي نفكر في لعيب كان كذا، قعدت اوصف له، قال لي انا فاكره ده. قال لي ده هيبقى افيلبل متاح دلوقتي ولا لا؟ قلت له خلي احمد عبده عندك نمرت الاتحاد الانجولي جابها. المهم كلمنا الاتحاد الانجولي وكلمنا فلافيو، قال
لا لسه، بس في عنده عروض من الخليج. من الخليج؟ قلت له بص يا مستر مانويل، انا عايز اسافر بكره ولا بعده بكره بالكثير اكون في انجولا، وسيب لي احمد عبده. قال لي ازاي اسيبه لك وانا عندي ماتش في انيمبا في نيجيريا وانا محتاجه. قلت له امتى؟ قال لي احنا مسافرين بعده بكره. قلت له خلاص هو يطلع معايا، محتاجه يوم واحد بس، لان هناك بيكلموا برتغالي بيكلموا مش هعرف اكلمه انجليزي يعني. يوم واحد نقعد مع المسؤولين، نقعد مع فلافيو، نخلص الكلام وهو يسافر انا وانا اقعد انا اخلص اجراءاتي. وده اللي حصل. قلت له خلصت، انا رحت الاوتيل، شوف الشخصيه بقى. طلبته جالي، يعني وصلنا الساعه 6 7 كان عندي في الاوتيل هو ومسؤولي نادي بيترو اتلتيكو، المسؤولين بقى الرئيس والبتاع، ما فيش بقى تيم التفاوض ده. تيم التفاوض ده كان تبع الشركه اللي بتدير اللي مالكه، اللي شركه بترول مالكه بيترو اتلتيكو. تك تك تك، فاضل له 6 اشهر بس جاي له عقد. وروني الفاكس من احد الانديه الخليجيه. فلافيو قال لهم لا، لو النادي الاهلي انا اروح مصر. قلت له يعني انت لو كده خليك مصمم عشان نقدر ناخدك بمبلغ معقول، لان انا مش هقدر انافس الانديه الخليجيه في الفلوس. المهم اتفقنا بالليل خلاص، 200,000 دولار للنادي وهو هياخد 70,000 دولار. ما اتكلمش، ما اتكلمش في حاجه، عايز يعني خلاص هو محدد هدفه. خلصنا كل حاجه، طب اكتبوا العقود. الساعه 1 بالليل كنت واخد معايا عقود بقى مكتوبه بكل بياناتي انا، بس ناقص بيانات في لافيو والمبالغ سايبها على بياض. حطيت الكلام ده كله، واحمد عبده وكتبنا خدوا بقى اختموا الكلام ده وهاتهولي بكره. هم مضوا بالاحرف الاولى كده عليهم، وبعدين اتفقنا الساعه 11 الصبح نتقابل. على الساعه 1 كنا مخلصين كل حاجه، ورحت السفاره عشان اجهز له التاشيره، يحصلنا على طول على مصر. في قصه تانية يعني، انا كنت قلقان من حاجه واحده بس، لاحظت ان هو قرطه هنا في بقليله كده. فروحت بقى السفاره سالت الملحق التجاري، هو كان لعيب في نادي الزمالك زمان. الزمالك كان قبلنا ب 10 ايام موجود، كان بيلعب ماتش في افريقيا. قال لي انا كنت لعيبه بتاع. قال لي انت فعلا خلصت في فلافيو؟ قال لي ازاي؟ ده الدنيا هتتقلب هنا. قلت له والله خلصت خلاص. وادي وريته العقد وبتاع. قلت له بالمره اختمه لي من السفاره عشان تقرا وتطمن على كل حاجه. تك راح خد. قلت له عايزين بقى التاشيره. قال لي لا ده لعيب بس. قلت له ايه دي؟ قال لي هو عامل حادثه ضغط جامده جدا من 6 اشهر بالعربيه ونفد منها باعجوبه. الحقيقه قلقك؟ اتخضيت، لان كان في عندنا نموذج قبل كده للعيب واعد جدا كان عامل الحادثه دي تقريبا اثرت على مستقبله. المهم نزل في لافيو، وده يمكن يفسر بعض الشيء الفتره الاولانيه اللي ما كانش فيها توفيق عنده. لان دي راحت بعد شويه. الخبطه دي راح بعد شويه، ابتدى ينطلق في لافيو. لعيب والحقيقه مستر ماف اليه كتير واستفاد منه كويس جدا. وشخصيه بقى عاقله يعني. احنا كلفناه 270,000 في 4 سنين كان عقده، و 200,000 للنادي بتاعه لما راح الشباب في السنه الخامسه بعد ما جدد لنا. خدنا فيه 2,750,000 يورو. 2,750,000 يورو بعد كل البطولات وكل بعد البطولات كلها اللي جابها لنا في 5 سنين دي. في لافيو في 4 مواسم جاب كام بطوله؟ 16 بطوله. اغزر فتره في تاريخ النادي الاهلي في البطولات. الفتره الخصبه. وجلبرتو كمان معاه عمل عماد متعب وبتاع. لا ده الدماغ اللي هي كانت متركبه على رومان بيلي. رومان بيلي انا ما شفتش لعيب على مستوى العالم. صحيح صحيح. بهذه المهاره. صحيح. في ضربات الراس التكنيك بتاعه غريب غريب، ويميل بظهره ويميل بوسطه ويغير كده وبعدين فكره دي تتحط هنا ودي تتحط هنا ودي انت عارف. اول سنه لما جابوا الجون هنا في المحله قال لك جابها بظهره بصدفه. اتضح ان هي دي مهاره من مهاراته، انه بيلعب بكل جزء من جسمه. فهو دماغه